الإمام عند الشيعة هو تنصيب إلهي، فكيف الشيخين يرفضون التنصيب الإلهي؟ أمال ليه بيتباكى إن الشيخين كان سبب في سقوط الإمام على مدار كل السنوات؟ لأنهم خالفوا قول رسول الله. خلفوه في ماذا؟ في غديرهم عندما قال لست أولى بالمؤمنين من أنفسكم، قالوا بلى، قال من كنتم أولى. يبقى إذا كل الناس، هل عمار بن ياسر والمقداد خالفوا أيضا مع أبي بكر وعمر أم لا؟ لا لم يخالف. هل بايعوا عليه بدل، استنى بس الله يصلح حالي، اهدى عليا. أنت طرح السؤال تسمع الجواب. اهدى، ما أنا برضه بستدرك معاك الآن. عندك دليل ان عمار والمقداد وابو ذر لم يبايعوا عليه ولم يبايعوا ابي بكر وعمر؟ ما هو عندكم انتم الروايه اللي قراتوهم ارتد الناس قاطبه من الله ثلاثه، هذا جوابي لك. يلا طب ولماذا فاطمه بايعت ابو بكر ولم تبايع زوجها؟ اعطيني بسند الصحيح الروايه اللي انت لسه موثقها الان. السلام عليكم. حيا الله شيخ غريب. حياك الله، تفضل معي. احمد العبودي من العراق، شيعي امامي 12. تفضل، عندك رد على سؤالنا؟ ما هو سؤال حلقتك؟ سؤالنا بيقول اليوم، هل تعتقد الشيعة الاثنى عشرية أن الظالمين للنبي من الشيخين كانوا سبب في سقوط الإمامة إلى يومنا هذا؟ فما هي الأمور التي اسمعني، الإمامة السنية مش اسمعني، الإمامة الشيعية يا فندم، الإمامة الشيعية تنصيب إلهي ليس لحق أي أحد أن يسقطها. ايش؟ الإمامة عند الشيعة هو تنصيب إلهي، فكيف الشيخين يرفضون التنصيب الإلهي؟ أمال ليه بيتباكى إن الشيخين كان سبب في سقوط الإمام على مدار كل السنوات؟ لأنهم خالفوا قول رسول الله. خالفوه في ماذا؟ في غديرهم عندما قال لست أولى بالمؤمنين من أنفسكم، قالوا بلى، قال من كنتم أولى. يبقى إذا كل الناس، هل عمار بن ياسر والمقداد خالفوا أيضا مع أبي بكر وعمر أم لا؟ لا لم يخالف. هل بايعوا عليه بدل، استنى بس الله يصلح حالي، اهدى عليا. انت طرح السؤال تسمع الجواب. اهدى، ما انا برضه بستدرك معاك الان. عندك دليل ان عمار والمقداد وابو ذر لم يبايعوا عليه ولم يبايعوا ابي بكر وعمر؟ ما هو عندكم انتم الروايه اللي قراتوهم ارتد الناس قاطبه من الله ثلاثه، هذا جوابي لك. يلا ثاني كده. انتم مو تقولون 24 ساعه ارتد الناس قاطبه من الله ثلاثه وارتد الناس؟ مين هم؟ مين هم؟ يعني انت تؤمن بصحه هذه الروايه؟ الرواية موثقة. طب ولماذا فاطمة بايعت أبو بكر ولم تبايع زوجها؟ أعطيني بسند الصحيح. الرواية اللي أنت لسه موثقها الآن. الرواية اللي أنت موثقها الآن. دقيقة. أعطيني الرواية أن فاطمة الزهراء بايعت أبو بكر. الرواية اللي أنت لسه موثقها الآن. هل بيعة النساء واجبة؟ أنت لسه موثق الآن الرواية، الحسن والحسين وفاطمة بايعوا أبو بكر. ما عدا مقداد وابو ذر وعمار وسلمان. من قال انت لسه موثق الروايه؟ والله من قال فاطمه الزهراء بايعت ابي بيعه النساء السكوت؟ تمام، فسكتت فاطمه فبايعت فدخلت معاهم. الان الروايه هذه تثبت، اسمع يا ابني اسمع، هذه الروايه اللي انت وثقتها الان، هل تستطيع ان تخرج منها، تدخل فيها الحسن والحسين وفاطمه؟ اشرف اعطيني قول علمائك يقولون. علمائي نفس الروايه، ماليش دعوه بقول علمائي. الان الروايه اللي انت قراتها الان وقلت نعم عندي هذه الروايه صحيحه، ارتد الناس الا ثلاثه او اربعه، اللي انت اعترفت بصحتها، هل كانت من ضمن فاطمه والحسن والحسين؟ ما راح اطلعك من العدم، ما راح اطلعك. هل كانت من ضمنهم فاطمه والحسن والحسين؟ اي كتاب هذا؟ يا عم رد على قدر سؤالي، هل كانت فاطمه من ضمن هؤلاء؟ حبيبي اشرف، بيعه النساء السكوت في اي كتاب موجود؟ راجع يا استاذنا الفاضل كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني عندك، تفسير قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، تفضل كده اقراه. اتفضل اعطيني اياها. يعني انا اديتك المصدر اهو. اوقف اليوتيوب امامي. تفضل يا فندم ادراك اليوتيوب ايه؟ بقول لك المصدر قدامك اهو، لا يعصينك في المعروف. طب احنا نجيبه لك من الكافي. من قال؟ بس دلوقتي تعرف تدخل لي تخرج لي فاطمه من الروايه لحد وطلع لك النص؟ لا 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 يا حياتي، قلت بيعه النساء سكوت، من قال من قولك هذا؟ تفضل. ادي يا عم الحاج، تمام؟ الروايه يا جزء يا صفحه اجيبه لك يا عم الحاج. اقرا كده بقى معايا يلا، ادي كتاب الكافي الجزء الخامس صفحه 527. 527؟ اه يلا على الشاشه. يلا هذا على الشاشه، على عينك يا تاجر، عليه على عينك يا تاجر. يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات لوياه. حديث رقم خمسة يلا اقرأ، حديث رقم خمسة يلا. قال لما فتح رسول الله مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
فقالت هند: أما الولد فقد ربينا صغارا وقتلتهم كبارا. وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة ابن أبي جهل: يا رسول الله، ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشقن وجيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بوين. فبايعها رسول الله على هذا. فقال: يا رسول الله، خلاص بقى ادي البيعة النساء تروح فين؟ لا، قال: بيعة النساء السكوت. ما هو يا أستاذنا هذه بيعة النساء هي للنبي صلى الله عليه وسلم، الشروط والضوابط وعدم المرأة لا تبيع باليد يا أستاذ. أصبر 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 يا أشرف. أنا عارف أنك تورطت، تفضل الآن بقى تعرف تدخلي. أنا راح أورطك. ماشي ببرطني، بس تعرف تخرجني فاطمة من رواية ارتد الناس جميعا إلا أربعة أم لا؟ أصبر 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 أصبر. تفضل. قالت يا قالت فين يا رسول. ما خلاص أنت بتعيد لي قول هند عمال تكرر في لي، أنت ليه بتعيد وتكرره؟ ها؟ أنا دلوقتي سؤالي واضح، هل تستطيع أن تخرج فاطمة والحسن والحسين من رواية ارتد الناس جميعا إلا أربعة؟ أشرف حبيبي أشرف، قلت بيعة النساء السكوت واستدليت بهذه الرواية، ليش خايف أكملها؟ خلاص ده كده أفلس والله ما هيرد. يعني ده بيقول لك إيه، أصبر كده خليني أطعن شوية عشان أنا إيه عايز بصراحة كده أهرب. ممتاز سبحان الله، هو دول الشيعة اخواننا اللي احبه بارك الله فيكم. اتفضل. ايه سديت التليفون يا اخوان تاني؟ ما انت عشان بتهرج وانا ما بحبش التهريج والله عندي. ماكو تهريج. طب قول يلا قول اللي انت عايزه. احكي 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 بهذه الروايه اريد اطلع وين بيعه النساء. احكي احكي. قول بيعه النساء السكوت. اتفضل. في هذه الروايه ان بيعه النساء هي السكوت. بس المراه هل فاطمه شقت جيبها؟ ولطمت خدها وخرجت ام سكتت؟ ما هو ده يا استاذ الله يصلح حالي. هل فاطمه دلوقتي اشرقت بالله ولبست السواد ولطمت الخدود وشقت الجيوب ام سكتت؟ اشرف اين بيعت؟ شوف برضه ما بيفهم ما بيردش. هل فاطمه فعلت فعل من هذه الافعال ام سكتت؟ حبيبي يا عندك وعندي ان فاطمه الزهراء بكت على رسول الله. انا ليه دعوه بالبكاء يا عم؟ انا بكلمك في البكاء، لطم الخدود، شق الجيوب، لبس السواد، الويل، النواح، هل فاطمه فعلت هذه الامور ام سكتت؟ حبيبي قلت بيعه النساء السكوت، السكوت عن ماذا؟ شفتوا ده بيستحمر بقى، ده كده بيستحمر، والله العظيم بيستحمر يا احبه يا كرام. هل شقت الجيوب؟ هل لبست السواد؟ هل ناحت؟ هل فعلت من افعال الجاهليه في ظل اول ما رأى ابو بكر الخليفه فعلت فعل من افعال الجاهليه؟ لا، وتلك بيعه النساء انهم لا يعصون الامر الله في معروف. وما ذهبت الى ابو بكر بعد ذلك وهي غير مبيعه لا تقول له عايز فدك، ولا كانت تعتقد انه الخليفه؟ لف ودوران. ده هو اول مره يرى الروايه دي اساسا، اللي هي دلوقتي هتخليهم في زياره الاربعين مطموسين الرؤوس، لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تفننن شعرا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل او صبور على المقتولين، اسمها بيعه النساء. يبقى اذا شروط الاسلام للمراه للبيعه هذه هي الشروط. امراه فعلت فعل خارج هذا فخرجت عن البيعه، خرجت عن الاسلام. تلاقي هؤلاء اخواننا الاحبه عندهم حفظ موفه، فين السكوت؟ هل فعلت هذا من تلك الافعال؟ اصل بكت على رسول الله. يا عم ماشي، وماله ما تبكي على النبي؟ احنا ما كناش في البكاء، النبي لم يقل لا تبكون، النبي لم يقل لا تبكون. هو لما زنى في الحديث الاربعه هل تستطيع ان تخرج فاطمه والحسن والحسين من الحديث؟ اديني دليل ان فاطمه بايعت يا اشرف يا اشرف يا اشرف. والاسلوب الشيعي اللي احنا حافظينه احبتي الكرام. طب انا ذنبي ايه دلوقتي؟